وللمزيد حول هذا الموضوع معنا على الهاتف من المنامة سعادة العضو عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. طبعا هنالك العديد من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لا سيما في المجال التشريعي، هل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ مساك الله بالخير ومسي على الأخوة والأخوات المشاهدين. طبعا بداية يجب التأكيد على أن حياة الديمقراطية في البحرين جاءت بإرادة وطنية خالصة من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ورغبة في إشراك الشعب البحريني في صنع القرار وانتخاب ممثليهم في السلطة التشريعية. لا شك بأن الإنجاز الأكبر اليوم احنا على مشارف انتخابات نيابية للفصل الخامس على التوالي، مررنا بأربع فصول تشريعية دون انقطاع، وهذا يحسب للتجربة البحرينية وللشعب البحريني ووعي الشعب البحريني ودعم القيادة السياسية لمجلس النواب ولأعمال السلطة التشريعية. نعم. احنا مررنا بعدة مراحل كديمقراطية في مملكة البحرين، بدأناها بتدشين ميثاق العمل الوطني ثم الانتخابات والتعديلات الدستورية على دستور 73 ثم انطلاق الحياة البرلمانية في 2002. توالت هذه الدورات إلى أن وصلنا إلى التعديل الدستوري في 2012 اللي أعطى ووسع صلاحيات مجلس النواب من خلال إضافة آليات رقابية وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي، وصولا إلى التعديل الدستوري في وضع برنامج عمل الحكومة، وهذه صلاحية متميزة أعطيت لمجلس النواب، مما يؤكد على أن الديمقراطية في مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة. نعم. وفق منظور وطني وإشراك الشعب البحريني في كافة التصورات. احنا في البحرين يعني ما نريد نخطي خطوات مستعجلة وسريعة، ولكن نخطي بخطوات ثابتة ومتأنية. اليوم يعني خلال فترة الماضية خلال أربع فصول أجرينا ما يقارب ثلاث تعديلات جوهرية على الدستور. نعم. خلال الفترة القادمة تجربتنا الديمقراطية بالأمكان تتطور، خصوصا بأن يعني إحساس كافة السادة النواب الموجودين حاليا أو في المستقبل بالدعم اللي يلقاه السلطة التشريعية من قبل جلالة الملك. نعم. نعم من المنامة سعادة السيد عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.